السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معرض السينمانية. النهاردة معنا أحد العملاء المميزين جدا عندنا الأستاذ محمد. معنا النهاردة اشتري أجهزة من عندنا قبل كده، اشتري تلاجة واشتري بوتاجاز. النهاردة اشتري سخان برضه، واخد سخان النهاردة أريستون اللي احنا منزلين عليه عرض في صفحة الأريستون الإيطالي. معنا أهو حضرتك وحضراتكم. وطبعا احنا العملاء المميزين عندنا، أي عمالين بيشتري عدة أجهزة عندنا لازم بيبقى ليه هدية عندنا طبعا، زي ما احنا حضراتكم عارفين متعودين على الصفحه كده. الاستاذ محمد اهو، نسيبه بقى يتكلم يقول عننا ايه راي حضرتك في المعرض عندنا، المنتجات يعني خدمه ما بعد البيع عندنا. هل احنا مثلا بنقدم الخدمه زي المحلات اللي بره؟ جماعه لو سمحت حضرتك يعني تتكلم كده وتشوف حضرتك كده يعني تدعموا المكان ده وتشتروا منه. ابو سليمان راجل محترم والمكان جميل جدا يعني، واسعار جميله جدا وعرضهم كتير يعني. انتوا خشوا على الصفحه بنفسكم اتفرجوا. انا ما اعرفهمش، ماليش بيهم علاقه شخصيه، انا مشتري من عندهم عادي زي اي حد، واسعارهم غير اي مكان. وهديه اديني هديه قيمه جدا وغاليه يعني، مش هديه اي كلام. وبرده اشتريت قبل كده البوتاجاز بتاعي من هنا، ادوني برده عليه هديه قيمه جدا، ومش حكايه هدايا. ادعموا المكان ده، المكان ده كويس جدا وعندهم الحاجات باسعار جميله جدا يعني. انتوا هتتباحوا معاهم في كل حاجه، كفايه اساسا المعامله معاهم ناس محترمين غير كل حاجه يعني، غير بقى المنتج نفسه كويس وحاجات طبعا مش كلكم عارفينها، براندات يعني كلها بوش وريستون. وعندكم هنا البوتاجازات انواعها جميله جدا، وناس محترمين يستاهلوا الدعم ويستاهلوا ان هم يتشهروا. وعاملين عروض كتير وبيعملوا عروض للعرايس وبينزلوا تخفيضات جامده جدا. عايزين اكتر من كده ايه؟ تتعاملوا مع الناس دول. والف شكر جدا يا ابو سليمان يعني على الهديه الجميله، وانا اتشرفت ان انا اتعاملت معاك. تشرف لينا. انا جاي من المعادي عشان اشتري من هنا. المنتجات جودتها ايه راي حضرتك فيها نفسها؟ جوده المنتج نفسه من قد ما احنا اهم حاجه عندنا البراند، البراند معروف جودته والكواليتي بتاعته عامله ازاي، فحاجات طبعا جميله جدا واحلى من المنتجات. انتوا ناس محترمين اصلا. الله يخليك. وهو ده الحاجه اللي عجباني في المكان اصلا، الناس محترمه.